مرحبا بكم في سبور اكسبريس. ماضي ساعتين انطلقوا مقابلات الجوله 12 من المرحله الاولى من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في المجموعه الاولى. الترجي نادي البنزرتي حكم المقابله هذه هو اشرف الحركات. الملعب التونسي النجم الساحلي تحكيم مجدي بالحاج علي. نادي صفاقس اتحاد تطاوين صادق السالمي. امام الحمام سوسه هلال الشابه تحكيم نعيم حسني. الاربع مقابلات وصلوا دقيقتهم الخامسه تقريبا والتعادل سلبي 0 مقابل 0 في المقابلة الأربعة بالنسبة للمجموعة الأولى. في المجموعة الثانية اتحاد بن قردان نادي الإفريقي الحكم أمير الوصيف. أولمبيك سيدي بوزيد الاتحاد المنسيري تحكيم جلال السحباني. مستقبل رجيش الأولمبي البيجي محمود قصاعة. ومستقبل سيمان نجم المتلوي حكم المقابلة هذه هو وليد الجريدي. كيف بالنسبة لمقابلات المجموعة الثانية 6 دقائق لعب في أغلب المقابلات والنتيجة في المقابلات الأربعة هي التعادل 0 مقابل 0. في كرة السلة نادي الإفريقي يلعب اليوم ربع نهائي دورة دبي الودية مع الأربعة متاع العشية ضد نادي النصر الليبي. أعلن مدافع المنتخب الفرنسي رافائيل فاران اعتزاله اللعب دوليا في عمر 29 عام فقط. رافائيل فاران أعلن اعتزاله قال عندي مدة نفكر في الموضوع وقررت أنه هذا الوقت المناسب للاعتزال. فاران لعب 95 مقابلة مع فرنسا من 2013 حتى 2022 وشارك 3 مرات في المونديال وتوج به في 2018 ولعب النهائي عام 2022. أبرز المباريات اليوم خارج تونس في كاس إيطاليا ربع نهائي 9 متاع الليل يوفي ضد لازيو. في إسبانيا 9 متاع الليل مقابلة من الليغا ريال مدريد ضد فالونس. نرجع لمقابلة الجولة 12 من البطولة تعادل السلبي في المقابلة الكل. ترجي نادي البنزرتي الملعب التونسي النجم الساحلي. نادي صفاقس اتحاد تطاوين امام الحمام سوسه هلال الشابه الدقيقة 7 ضمن مقابلة المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية كيف التعادل السلبي في المقابلة الكل في توقيت 7 دقائق لعب وفي مقابلة وصلوا ل 8 دقائق لعب. نحكي على اتحاد بن قردان النادي الإفريقي أولمبيك سيدي بوزيد الاتحاد المنسيري مستقبل رجيش الأولمبي البيجي ومستقبل سليمان ضد نجم المتلاوي هما فيهم التعادل 0 مقابل 0. في اللحظات هذه في المجموعة الأولى الترجي الرياضي التونسي يفتتح النتيجة ضد النادي البنزرتي. أكثر تفاصيل على مقابلة الجولة 12 تلقاهم بعد لحظات في فورم سبور مع عبدو اسكندر وكامل الفريق.